قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن مصر تحقق تقدما كبيرا يدلل على نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وأضافت لاجارد في بيان صحفي أن معدل النمو في مصر أصبح من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة. وأعلنت لاجارد انتهاء فريق صندوق النقد من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بملياري دولار، مؤكدة أنها ستوصي بأن يوافق المجلس على هذه المراجعة.